وإبراهيم مقسم على ماذا يا أحمد؟ على الوجوب أو على الاستحباب؟ على المستطيع. طيب على المستطيع مستحب ولا واجب؟ مستحب ليس بواجب. يعني واحد قال لك وأنت معك قلم جيد، قسمت عليك بالله أن تأتيني بهذا القلم، تعطيه؟ تعظيما لاسم الله ستعطيه، لكن إذا من الله عليك ولعلها تفرق إن شاء الله واشتريت سيارة، يا واحد قال لك أقسمت عليك بالله جبالي تعطيني إياه، كان نفسي أخدمك. طيب واحد خطب واحدة حلوة فجال الآخر قال يا أخي مخطوبتك حلوة نفسي فيها، أقسمت عليك بالله تتركها وتتنزل عنها، لا خليك انت في المشا. هيقول لك سعد بن ربيع يا اخي طلق زوجته يا اخي، قال عبد الرحمن بن عوف يا اخي انظر اي زوجتي شئت اطلقها. يا اخي هذه الاخوه، هذه الاخوه الحقه، ايه رايك انت في الموضوع؟ ما ينفعش الكلام ده قدر الاستطاعه. ما هو في واحد يقول لك ايه، إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعة ولا رجع الحمار، أنت قلت يا عم شيل. قالوا يا رسول الله ما إذا خطب كان يعني قالوا إنه غيوب، وإذا خطب وإذا طلق أحدا ما تجرأ أحد أن يخطبها، يعني أنت تستدل بحديث سعد بن عبادة ما طلق أحد، أنت ما طلقتش لسه، أنت ما خاطب يعني سعد بن الربيع غلطان يعني ولا حلو يعني. طيب المهم اللهم صل على محمد. الصارف لإبرار المقسم عن الوجوب أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل فرأى رؤيا وعبرها أبو بكر، فقال أبو بكر للرسول أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك بالله أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت. قال لا تقسم، قال لا تقسم. فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياسر الحمر، المياسر بردعة التي توضع على ظهر الفرس أو الحمار وكانت من الحرير في الغالب، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في السبب الأول. بهذا ينتهي هذا الباب، إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. طيب.